نبدا الخبر واحنا في وسط ما احنا بنتكلم كده ممكن نطلع فاصل. قمه ثلاثيه مع اثيوبيا. نعم. حصل قبل كده كان في قمه. حصل ولكن نتائجها كانت ايه؟ نفكر الناس قبل ما نبدا نقول النظره الجديده. هي مهدت للتفاهم. الحقيقه الخرطوم او السودان او الرئيس البشير لعب دور مهم جدا في تقريب وجهات النظر. انا شايف ان مصر والسودان واثيوبيا بتوافقهم دلوقتي على اعلان مبادئ للتعامل مع قضيه سد النهضه اللي هي وترت العلاقات في المنطقه وبين الدول الثلاثه. النهارده العلاقات اكثر وضوحا. المكتبين الاستشاريين الفرنسيين بيعملوا دراساتهم ومعهم مكتب الاستشارات القانونيه الانجليزي. اذا احنا مقدمين على مرحله الثلاث دول. أنا يعني بحثي في الدكتوراه بتاعتي عن ممر التنمية الشرقي. يعني إن إزاي الثلاث دول دول نهر النيل يبقى بالنسبة لهم ممر التنمية. المعبر اللي اتفتح النهاردة. السكك الحديد اللي بتنشأ أرقين لما تمتد إلى الحدود الإثيوبية. إثيوبيا أصبحت وهي دولة حبيسة دولة مرتبطة بالبحر المتوسط. تستطيع أن تصدر إلى أوروبا عبر هذا الطريق البري وعبر هذا الخط من السكك الحديدية اللي هو ممكن يمتد. كلفة هذا المشروع ممكن تبقى 3 مليار دولار. مليار سككي ممكن مليار سككي سكك حديدية 600 طريق بري مليار كمان ربط كهربائي. بس اتصور اكتر سيد سفير ما اعرفش لنفرض أتصور يعني. لنفرض انت بتستثمري في علاقه اقليميه وعلى فكره كل الاستثمارات الدوليه بتميل مش للمشروعات الفرديه بتميل للمشروعات ذات الفائده على الاقليم. طبعاً. ممكن سد النهضه لو احسن اداره هذا المشروع بمواصفات لا تضر بالبنيان الهندسي لسدود مصر والسودان. أقصد السد العالي وسدود السودان. وحصل وده اللي بتدرسه الشيء. السد العالي؟ طبعا. أنا ممكن أعمل عملية ربط ما بين المنشآت الهندسية بما لا يضر بمصالح المائية. لأن أنا دايما بقول إن هو حق إثيوبيا في التنمية مقابل حق مصر في الحياة. طبعا. وكلاهما وكلاهما قابل للتوفيق فيما بينهم. وحق السودان أيضا. حق السودان في التنمية بكل تأكيد. فاصل بعد الفاصل هنناقش متوقع